عبرت جموع غفيرة احتشدت في ساحة السبع بحرات بدمشق عن دعمها للقرار الوطني المستقل وتأييدها لبرنامج الإصلاح الشامل، ورددت الحشود الهتافات التي تؤكد رفضها التدخل الخارجي في شؤون سوريا والأعمال التي ترتكبها المجموعات الإرهابية المسلحة من قتل وتخريب للممتلكات العامة والخاصة. واستنكرت الحشود حجم التضليل الإعلامي الذي تمارسه بعض القنوات الفضائية بهدف تشويه الحقائق وتزييف الوقائع الخاصة بسوريا والهادفة إلى النيل من أمنها واستقرارها وضرب اقتصادها. نحن بنرفض الإرهاب وبنرفض أنه حدا يتحكم ببلدنا، نحن بنحل مشاكلنا لحالنا. لأنه نحن هون نزلنا لنكون كلياتنا إيد وحدة، وبدي أقول للعالم اللي عم تشوفنا أنه نحن كلياتنا أمة عربية واحدة مسلمة ومسيحية، وما في قوة فيها تهد هالبلد، لأنه سوريا دولة ممانعة وكل عمره بيتكاتفوا عليها بس ما رح يطلع معهم شيء. هشام دوما هلا هن عم يقولوا انه الجزيره انه الجيش عم يقتل المتظاهرين، وهذا اول شيء بقول لهم انه هذا الشيء كذب 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 كذب. عنا بدوما هن اللي عم يقوصوا على شو اسمه عم يقوصوا على المتظاهرين منهم وفيهم بيطلع معهم بيقوص عليهم حتى يعني نحن شفناهم بعينهم يعني. بس بدي احكي كلمه لرجب طيب اردوغان الخاين من 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 خمسه من ما في اسبوع قتل 35 كردي وهذا جوية. ليش هاي طافيته هاي حريته بياخذ حريته هناك؟ هون بسوريا ما عندنا هيك شيء، نحن كلياتنا ايد واحده نحن هون بسوريا.